اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يسرا، والنهارده هنتكلم عن موضوع شيق جدا وهو الحقيقه موضوع مهم، هو ازاي تكوني اكثر محجبه انيقه في الحفلات والمناسبات، او ممكن نقول بشكل تاني اتيكيت اختيار فستان المناسبات او فستان الحفلات، سواء افراح، اعياد ميلاد، اي مناسبه. فالنهارده هنتكلم عن بعض النقط اللي بتخلي شكل الفستان بتاعك احلى بكتير وتخليكي فعلا المحجبه الاكثر اناقه في هذا الحفل او المناسبه، سواء مناسبه فرح مثلا او عيد ميلاد او خطوبة. طبعا كلنا بنحب نظهر بشكل جميل جدا، خصوصا في الحفلات والمناسبات، لان الحفلة والمناسبة دي ما بتحصلش كل يوم، فدايما بيكون ترتيب بتاعها ليه طابع خاص، او ليه ان احنا بنكون مهتمين اكتر في اختيار اللبس بتاعنا، في اختيار المكياج، في اختيار الحذاء والشنطة. اول نقطة وهي مهمة جدا، الفستان اللي انت هتختاريه لازم يكون الفستان المناسب لشكل جسمك ولون بشرتك او الاندرتون بتاعك. فستان الزهر يا بنات بيكون فيه اشكال جميله وشكلها شيك قوي ومختلفه، فبعض البنات للاسف بتشتري الفستان على اساس ان هو شكله حلو، يعني هو على الموديل او على المانيكان شكله جميل وشيك قوي، بس لما تيجي تلبسه ما بيكونش لايق على شكل جسمها، بيبرز مناطق معينه من جسمها مش المفروض ان هي تبان، او ممكن تخليها شكلها مش اجمل حاجه. فالفستان اللي انت هتختاريه لازم في المقام الاول يكون لايق على شكل جسمك انت، مش انت اخترتيه عشان هو شكله حلو على المانيكان او شفتيه في المحل شكله جميل. لازم تجربي الفستان في المحل، لازم يكون شكله جميل على جسمك او لايق على الشيب بتاع جسمك. طبعا في 5 اشكال مختلفة لكل جسم، وكل جسم بيليق عليه حاجات، جسم تاني ما بيليقش عليه حاجات. يعني مثلا جسم التفاحة مش اي فستان بيليق عليه. لو انت من الناس اللي جسم التفاحة ما ينفعش مثلا تجيبي حاجة ضيقة من عند الوسط او ضيقة من عند الاجناب، مش بتناسب ابدا جسم التفاحة. انا بس بديكم مثال بسيط. فالمقام الاول عند اختيارك للفستان بتاعك ان هو يكون لايق على شكل جسمك جدا، تكوني عارفة ايه الديزاينز اللي بتليق على شكل جسمك، زائد لون الفستان لازم يكون لايق على الاندرتون بتاعك، زي ما بنختار الحجاب اللي بيكون لايق على الاندرتون، برضو الفستان مهم جدا يكون لايق عليكي. الاندرتون مش المقصود بيه لون الجلد الخارجي، لا، الاندرتون اللي هو بيكون لون تحت الجلد. الاندرتون ده انا عملت عنه حلقة قبل كده وهحطها لكم هنا لو حابين تروحوا تشوفوها تفهموا اكتر عن الاندرتون وتعرفوا ازاي الالوان اللي بتليق عليها. فدي كانت اول نقطة، ان احنا نختار الفستان اللي بيليق على شكل الجسم في المقام الاول، واللي بيليق على الاندرتون بتاعتنا او اللون المناسب لبشرتنا. طيب النقطة اللي بعد كده، واللي هي فعلا بتبرز برضو جمال الفستان وبتخلي اللوك بتاعك شيك جدا جدا، اللي هو حقيبة اليد، او هي مش حقيبة، هي كلتش او حاجة زي كده. شايفين ده؟ على فكرة ده بقاله عندي، احنا في 2022، من 2014 متخيلين؟ بصوا لسه زي ما هو جميل، وتحديدا كان الكلاتش اللي كنت ماسكاه يوم الحنة بتاعتي على الفستان الباكستاني كانت الحنة بتاعتي لابسه فيها فستان باكستاني، وكنت ماسكه ده عليها. فالمفروض ان انت يكون عندك حاجة زي كده يا بنات. الكلاتش ده بيبقى حلو جدا جدا، وخصوصا اللون ده بيليق على كل حاجة واي حاجه. وشايفين الحاجات اللي فيه دي مديها فايب كده لوكسجيريوس وشكله شيك وانيق جدا جدا، وبيليق على اي لون فستان عندك، على اي لون عندك هيليق عليه، اللي هو اللون اللي بيبقى بيج او ميدي على ذهبي او ميدي على اوف وايت. بصوا كمان النور عامل ازاي. ولحد دلوقتي كل البراندات الكبيره هتلاقي الشيب ده موجود فيها، الشيب ده موته مش بتبطل ابدا. او لو انت ما عندكيش حاجه زي كده بتلمع وفيها ستاز، مش لازم، ممكن يكون عندك حاجه شنطه زي كده. برضو الشنطه دي جميله جدا اهي، فيها توكه كده، فيها كريستلز وفيها حاجات شكلها حلوه، وفيها السلسله بتاعتها، ده برضو بيبقى ليه سلسله بس انا حطاها جوه سلسله زي كده. فكل دي حاجات بتدي اناقه وشياكه ولوك فخم جدا للدريس بتاعك. فلازم تنتبهي جدا للحاجه اللي انت ماسكاها في ايديكي، ما ينفعش ابدا تلبسي شنطه حجمها كبير، مستحيل، ده بيبوظ اللوك بتاعك تماما. فستان السهره بيحب الحاجات الصغيره اللي بتتمسك في الايد او بتعلقيها على كتفك زي ما انت حابه، يعني اهم حاجه ما يكونش حجمها كبير. واسفه جدا على الدوشه، رسيل الوجود عمالين يدخل الاوضه ويخرجوا منها. طب ده بالنسبه للكلتش او حقيبه اليد. كمان الحذاء بتاعك عليه عامل كبير جدا جدا، وعشان اكون صريحة معاكي، فستان السهرة بيحب الكعب العالي، دي حاجة معروفة جدا. حتى الفتيات الطويلات طويلات القامة لما بيلبسوا كعب على فستان السهرة بيبقى شكله جميل جدا جدا، حتى شوفوا الممثلات ملكات الجمال كلهم طوال ومع ذلك بيلبسوا كعب عالي، ديكي شكل احلى، بيدي الفستان بتاعك
لوك جميل جدا جدا، لان عاده فساتين السهره بتكون طويله نوعا ما، فما بيبقاش اجمل اختيار ان انت تلبسي عليها مثلا فلات او حاجه على الارض ما فيهاش كعبه خالص، ما بيكونش حلو بصراحه. انا شايفه ان هي مش بتكون حلوه حتى لو انت طويله، ممكن تلبسي كعب قصير زي كده، زي الكعب ده يا بنات. الكعب ده بصوا قصير ازاي، بس اتليست ان هو اسمه كعب وان هو بيرفعك من على الارض، فلو انت طويله الكعب ده افضل كعب ليكي. لكن لو انت بقى يعني قصيره او طولك متوسط عادي ممكن تلبسي الكعب ده العالي ده، طبعا هو متعب بس ده اختيار من الاختيارات، او الكعب اللي هو بيكون متوسط زي كده. الشكل بقى بتاع الحذاء نفسه اللي انا عايزه اقوله ان هو لازم يكون متماشي مع درجه الكلاتش بتاعك، او على الاقل اللون بتاعه برضو محايد بيليق على كل حاجه. زي ما اتكلمنا عن الكلاتش وقلنا ان هو لازم يكون ديزاين معين، برضو الحذاء بتاعك الافضل ان هو يكون فيه حركه معينه، زي مثلا الحذاء ده شايفين فيه ستادز وحاجات وشكله جميل جدا، تحس ان هو حذاء سندريلا. ده كان من شي ان يا بنات، ده حلو جدا جدا على فساتين السهره، خصوصا الفساتين اللي ما فيهاش حركات كتير، اللي بتبقى ساده وفي طرف منها مثلا من على الكتف او من على الصدر شويه فيها كريستلز زي كده، ده بيكون عليها حلو قوي. او لو انت ما عندكيش حاجه فيها كريستلز وحاجات زي كده، ممكن تكون برضو الحذاء بتاعك فيه بس الحركه دي سيمبل جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه. الحذاء ده ينفع قوي على فساتين السهره، على البارتي دريسز، او حتى للخروجات اليوميه. بصوا شيك جدا وانيق، وقلت لكم ان هو كعبه مش عالي قوي، فده برضو اختيار حلو جدا لو انت ما عندكيش حاجه فيها ستادز وترتر والحاجات دي كلها. الحذاء بقى اللي ما يليقش ابدا على الفستان اللي هو يكون حاجه زي كده ما فيهاش اي حركه، اللي هو الساده ده، يعني انا بحس هو شيك، هو جميل للخروجات اليوميه للشغل لكل حاجه، لكن على فستان سهره ما تلبسيش حاجه ساده زي كده اللي هي ما فيهاش ديزاين، يعني هي سيمبل قوي زياده عن اللزوم كده تبين ان هو فخم، لكن الساده قوي ده بيبقى عادي، انت مش عايزه تبقي عاديه. فنختار الحاجات اللي هي بتضيف اناقه وشياكه اكتر على الفستان بتاعك، فده بالنسبه للاحذيه والكلاتش. تاني حاجه وليها علاقه بالحجاب اللي هتختاريه على الفستان بتاعك، وهو مش اي نوع حجاب يتلبس على فستان السهره او البارتي دريس اللي انت هتلبسيه. فستان سهره مش معناه ان هو سهره بالليل، يعني ساعات بيكون في ايفنتس وحفلات بتكون نهاريه نوعا ما، فلما بقول فستان سهره اقصد بيه اللي هو البارتي دريس او فستان الحفله اللي انت هتروحي بيه. كنت بقول ان الحجاب لازم يكون لايق على الفستان، بمعنى الخامه نفسها بتاعت الحجاب، الخامه نفسها يا بنات تكون متماشيه مع الفستان بتاع السهره. اول حاجه عايزه اقولها لكم ان الحجابات القطن ما بتلقش ابدا على البارتي دريسز، ايا كان لونه ايا كان النقشه بتاعته، الاحجبه القطن ما بتمشيش ابدا مع البارتي دريسز، ودي عن خبره. ايه اللي بيليق على الفساتين البارتي دريسز او فساتين السهره؟ اكتر حاجه بتليق عليها من وجهه نظري يعني، وهي متعارف عليها، اللي هي الاحجبه يا اما تكون ساتان او حرير او حتى شيفون زي اللي انا لابساه ده. ميزه الاحجبه الشيفون دي يا بنات ان هي بتليق على كل حاجه، سواء لبس كاجوال للخروجه يوميه او حتى لبس مناسبه معينه، فالحجابات الشيفون اكتر حاجه بتليق على كل اللبس. فانت لو ما عندكيش حجاب ساتان او حرير ممكن جدا تلبسي حجاب شيفون زي كده. الحجاب الشيفون مميزات ان هو انسيابي، فلازم جدا تنتبهي لخامة الحجاب اللي هتلبسيها على الفستان بتاعك، يا اما زي ما قلنا شيفون وده اسهل اختيار ومتوفر جدا، يا اما ساتان يا اما حرير. تاني حاجة نقشة الحجاب، الحجاب ما يكونش منقوش، حتى لو الفستان بتاعك سادة جدا الحجاب المفترض يعني الافضل ان انت تلبسيه برضو سادة، سواء هو شيفون او حرير او ساتان. الحاجة برضو ننتبه ليها وهي اللون بتاع الحجاب، زي ما قلنا في الاول ان احنا نختار الفستان بتاعنا مناسب للاندرتون، برضو لون الحجاب يكون مناسب للاندرتون بتاعتك، والافضل ان هو يكون نفس درجة الفستان. لو انت من الناس اللي ما بتحبش تلبس الفستان نفس درجة الحجاب، بس ده برضو بيتوقف على شكل الفستان ولونه، يعني مثلا لو الفستان بتاعك سادة ما فيهوش اي حاجة ما عندكيش حل تاني غير ان انت تلبسي الحجاب لون الفستان، او تختاري الالوان الحياديه او المحايده اللي هي زي اللون اللي انا لابساه ده، الالوان الترابيه كلها، البيج، النود، الكافي، اللون الاسود، اللون الاوف وايت، واللون الرمادي، دي كلها الوان حياديه او محايده بتليق على معظم اللبس. فانت لو الفستان بتاعك اسود مثلا مش حابه تلبسي عليه حجاب اسود، ممكن تختاري لون سيلفر، ممكن تختاري لون كافي او اللي هو اللون النود، هيبقى شكله حلو عليه. ومثلا لو الفستان بتاعك فيه ستراس، فيه احجار، وكل لون واحد، ممكن تلبسي عليه حجاب لونه ذهبي، هيبقى حلو قوي لو الفستان بتاعك لونه اسود، الذهبي بيمشي مع الاسود. ايه الافضل؟ لون الفستان يكون لون الحجاب افضل، او بمعنى اصح لون الحجاب يكون لون الفستان، لان اللوك بتاع
فستان المناسبات ما بيحبش الالوان الكتير، الميكس الكتير. انتي بتكوني لابسه فستان فانتي حابه تظهري كمال الفستان، خصوصا لو انتي الفستان بتاعك مرصع مثلا بالاحجار او في ترتر او في اي حاجه بتلمع، مش طبيعي ان انا البس لون مختلف هنا والفستان يكون مليان حاجات بتبرق. لا، المفروض اللوك كله يكون لون واحد، لان في حاجات تانية بتلفت النظر غير الطرحة. يعني انت مش عايزة كل الناس تلفت نظرها طرحتك على قد مثلا جمال الفستان وتصميمه يكون لافت الانتباه. طيب، الحاجة اللي بعد كده بنات اللي لازم ناخد بالنا منها على فستان السهرة او نراعيها جدا جدا عشان اللوك بتاعنا هيبقى شيك ومرتب، وهي الاكسسوارات. لو فستان السهرة بتاعك سادة مفهوش مثلا ستادز او ترتر او حاجات بتلمع او كريستالز او كده، ممكن جدا تلبسي عليه اكسسوارات. ممكن تلبسي عليه خاتم ضخم مثلا، تلبسي عقد كبير ينطق الفستان. عايزه اقول ان الاكسسوارات او الجوليريز عموما على فستان السهرة بتبقى حلوه لو هو الفستان ساده مش مبهرج قوي مفهوش حركات كتير، فالاكسسوارات والجوليريز هتخلي شكله احلى بكتير. لكن لو الفستان بتاعك زي ما هتشوفوا هنا في مثلا ترتر، في ستادز، في كريستالز، في حركات شغل كتير، ما ينفعش تلبسي عليه اكسسوارات ابدا، لان انت كده هتخربي اللوك بتاعك، هتبقي مبهرجه زياده عن اللزوم، هتبقي اوفر. فاهمين قصدي؟ لو الفستان بتاعك فخم، الفستان ملكي شويه، فستان ليه ديل من ورا، في تطريز من هنا، في كريستالز من هنا، فما ينفعش ابدا تلبسي اكسسوارات اطلاقا. تلبسي بس حاجات خفيفه في ايديكي، خاتم واحد بس، لان الحاجات الكتير على الصدر وفي الايدين والاساور والخواتم دي بتبوظ اللوك تماما. فاحنا عايزين نكون انيقات وفي نفس الوقت سيمبل. وشي بعد كده وهي الفستان الضيق. انا زمان وانا كنت صغيره كنت فاكره كده، كنت فاكره ان انا خلاص لما اروح بقى سهره ولا حفله ولا فرح البس بقى اللي انا عايزاه، ان شاء الله يا رب يكون ضيق ومجسم. ودي طبعا غلط، غلط جدا يا بنات، وفعلا بتخلي شكلك مش حلو ابدا، ولا شيك ولا انيق ولا اي حاجه، بل بالعكس بيكون الشكل مبتذل. فساتين السهره خصوصا او البارتي دريسز بتبقى احلى بكتير لما تكون منفوشه، الجسمه من عند الوسط ونازله على منفوش بتبقى شكلها شيك وعامله زي البرنسس. غير لما يكون الفساتين انا بشوفها ساعات بتبقى حاجه عامله زي الجامب سوت، ضيقه جدا والرجلين من تحت عباره عن بنطلون وضيقه قوي من عند الوسط وليها ديل من ورا. اللوك ده انا بشوفه مش مناسب ابدا للمحجبات، وخصوصا ان في بنات كتير لما بتختاره ما بتروحيش مثلا هي ممتلئه شويه من منطقه معينه، فده هيبوظ شكل جسمها او هيخلي اللوك بتاعك مبتذل. حتى لو انت جسمك جميل مانيكان، الافضل ان انت تلبسي حاجه مناسبه للحجاب بتاعك. بما اننا بنتكلم عن فستان المناسبات للمحجبات، 90% من شياكتك واناقتك هتكمن في اللبس بتاعك يكون محتشم، مش ملزق على جسمك، مش تخربي شكل اللوك بتاعك وان انت تجيبي فستان مفزر زي ما بيقولوا ومبين كل تفاصيل جسمك، وبحجه ان انا رايحه فرح مثلا او رايحه مناسبه او ايا كان. لا، ده كده بيبوظ شكل اللوك بتاعك. دايما هتلاقي اشيك واحده في الفرح بتكون لابسه فستان جميل محتشم، مراعيه النقطه اللي انا قلت لك عليها، في نفس الوقت مش مبينه مفاتن جسمها، بيكون لبسها فعلا محتشم وجميل كمحجبه. اخر حاجه بقى عايزه اقولها لكم وهي حاجه عامه، يعني نقطه عامه دايما بقولها كتير في الفيديوهات، ان دايما الاناقه تكمن في البساطه بتاعتك. كل ما انت كنتي بسيطه في اختيار الفستان، اختيار الاكسسوارات بتاعتك، اللوك بتاعك، ومهم حتى المكياج بتاعك ما يكونش مطرقع قوي، كل ما تكون شكلك فعلا بيكون انيق جدا وشيك جدا جدا، وتكوني رقيقه وجميله، يعني بيكون اللوك بتاعك كله فخم. فدايما تخلي اختياراتك بسيطه، مش اختيارات اوفر، ما تزحميش نفسك، يعني زي اخواتنا اللبنانيات بيقولوا معشقه، ما تكونيش زحمه، خليكي دايما بسيطه في اختيار الفستان بتاعك. مش معنى ان انا اكون بسيطه اروح البس عبايه واروح فرح، لا طبعا مش بتكلم على كده. مش معنى اكون بسيطه ان انا اروح البس فستان جينز وتيشيرت واروح فرح، برضه ده ملوش علاقه بالبساطه، كل مناسبه وليها لبسها. انا مجرد ان انا بديكي افكار وانت طبعا ليكي حريه الاختيار وبس كده. حلوين، ده كان كل الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك على الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.